قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن الانفصاليين الموالين لروسيا أسقطوا مروحية عسكرية أوكرانية، ما أدى إلى مقتل الجنود 9 الذين كانوا على متنها. المروحية وهي من طراز MI-8 أسقطت بقذيفة صاروخية أطلقت من منظومة محمولة أرجو في طريق عودتها إلى قاعدتها قرب سلوفيانسك شرق البلاد. إسقاط المروحية جاء وسط إعلانات وقف النار من جانب كييف ودعم موسكو لهذا الإعلان، لكن مكتب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال إنه على ضوء التطورات الأخيرة فإن كييف قد تلغي إعلان وقف النار قبل الجمعة المقبلة، وهي المدة المحددة لنهايته.